مرة اليوم. معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب. سي مراد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيفك الكريم. مرحبا سي مراد. معناها 84 احتياطي يوم عملة صعب. هو صحيح معناتها الموضوع، ولا ما نعرفش، أنا شخصيا نعتبره حتى أحنا بالنسبة لنا احنا كمختصين غامض، باعتبار أنه انزلاق ولا سريع، معناها من 89 لا كنا 115، معناتها عام التالي، معناتها تقريبا بسرعة 110 95 90 86 89 87 86 84. معناتها اللي على كل حال هذا هو الموضوع. البارح كيف نقراو انه فما بلاغ رسمي يقول انه الوضعية بتاع الميزان التجاري تحسنت، ما تنجمش تكون، معنا نحكي من ناحية تكنيك مومن انت مختص فنيا، نحكي فنيا معياريا، معناها فبالشخص احنا نخدموا بمعايير او ما نقيسوا بها، ما تنجمش تكون وضعية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات متحسنة والاحتياطات في تراجع، الا في حالة واحدة انا نكونوا نخلصوا في اقساط كبيرة نتاع قروض. نعرف انا اللي من تقريبا عندنا اشهر نخلصوا في اقساط قروض كبيرة، خلصنا قطر، خلصنا اليابان، خلصنا ايطاليا، ما تعرف خذينا معناتها مثلا نعطيك في العوالم الاخرى خذينا تقريبا بكم من 40 جهه، فماش تقريبا بلاد في العالم ما خذيناش من عندها قرض تقريبا، معناها خذينا من كل حد بالمساوب، واليوم حتى حاله الوضعيه المديونيه هذه في تونس معناها تنجم تدرس حتى في الجامعات. في دونك السبب الاولاني في الانهيار تاع الاحتياطي 11800 يوم اكتشف في 1 مليون دينار، او الباب هو تسديد القروض اللي احنا ما نعرفوش راهو النسق نتاعها، معناها باعتبار انه في تونس ما عندناش رؤيه واضحه على هالتسديد هذا، اللهم معناها بوسائلنا الخاصه، معناها بالاطلاع على رشاية البيان العمومي في وزاره الماليه والحجم نوع هذا وهي تخرج متاخره شوي. فما النقطة الثانية التوريد، التوريد في تونس البارح البلاغ الرسمي يقول انه معناها الميزان التجاري تحسن والصادرات تحسن، لكن انا نعرف متأكد على التوريد راهو في تونس خذا منعرجات ومنعطفات كبيرة ياسر، احنا نوردوا في العام باش خلينا نقولها بكل صراحة باش يعرفوها التوانسة تقريبا 50,000 مليار في العام، هذه راهو 50,000 مليار في العام يكفي المغرب العربي الكل. برمته 137 مليار في النهار توريد. في المقابل الديوانه ناخذوا ونقبضوا في العام كامل 1000 مليار 800 مليار 900 مليار، معناها ما نوصلوش حتى ل 1%. 50,000 مليار بكل صراحه كان باش يقولوا مواد مدعومه ماهوش صحيح. قمح وشعير وكذا، علاش؟ هذوما الكل في الكل كيتلموا يجيو 1500 مليار. 1500 مليار بالنسبه ل 50,000 مليار هي 0.0 واحد. الباقي وين معناه؟ والله الباقي تو اريا على فوا. معناها كل شيء وحد شيء. سي مراد انا باش نشد في زوز كلمات مهمين قلتهم، قلت حتى بالنسبه لنا احنا كمختصين وكخبراء معناها 1 بلس 1 يقال 2، معناتها ما عندكمش معناها تحدثت وقلت عنا فما غموض يشوب مساله هالانزلاق السريع اللي قاعد يعيشوا الاحتياطي من تاع العمله، اش معناها؟ غموض اذا كان انا خاطر شوف احنا نخدموا على مصفوفات معناها دي ماتريس، معناتها نخدموا على متغيرات ونخدموا على نماذج كميه، ما نخدموش احنا بالعواطف ولا بالانطباعيه، معناها اذا كان احنا ما عندناش المتغيرات ما عندناش معطيات ما عندناش مساله واضحه في فاش تسد فاش قاعدين نسدوا، من حقنا راه باش نعرف فاش قاعدين نسدوا وفاش قاعدين ناخذوا، راه فما حتى مانع معناها. تو الوسيله الوحيده اللي معناها نعرفوا بها احنا حتى كمختصين فاش قاعدين نخلصوا فاش قاعدين نجوا هي الاعلام. هي؟ معناها بصراحه هي الاعلام، الاعلام انتوما معناها انتوما هي الوسيله الوحيده اللي قاعدين نعرفوا بها بالضبط اش قاعد يصير على مستوى التوازنات الماليه العامه للسياما. هل من المفروض انه فما هيكل في الدوله مثلا البوكس سنترال ولا معناها وزاره الماليه من المفروض انها تخرج التقارير هذيا وهي مش قاعده تخرج فيهم؟
المعمول به. لا هم يخرجوا في تقارير. ولكن موجودة التقارير. لكن التقارير في تونس ما تعرف فما الدورية والتواتر. معناها مش معناها إذا كان أنا اليوم مثلا في فيبي. ولكن عندي التقارير الأخرانية بتاع الدائرة العمومي بتاع نوفمبر. ولا بتاع أكتوبر. بادت عليه الأمور فهمتني؟ راهو العالم تو يتحرك بالثواني. أنا تو لو كان ندخل المواقع كما بلومبرغ ولا رويترز ولا معناها المواقع هذه الكبيره معناتها نتاع المعلومه الماليه فهمت المتخصصين معناها عارف ان رويترز فيها 50,000 موظف. باهي سي مراد تلقى المعلومه بس مش بالثانيه يمكن يدخل لي بالعشر نتاع الثانيه. احنا احنا هذيك مثال احنا عندنا موقع وزاره التجاره مش محايد ما تحينش في بعض في بعض حالات من عام 2011. اي عادي ما نستغربوش. مش نعرف انا معناها ما نستغربوش معناها انا كمهم انسان ندرس المعلومه الماليه هذا من 2011 معناها حياه عباد وتوفيت عباد ومشيت عباد وجيت عباد وهو ما تحركش الموقع زر الطاقه ما عندهاش موقع من اصله عندها صفحه واللي صاير واللي صاير في وزاره الطاقه اليوم وزاره الطاقه ما عندهاش مصنع ما عندهاش موقع عفوا. سي مراد الحطاب اذا كنا نحكيو على صعوبات يعيشها الاقتصاد التونسي اليوم وناخذ في المقابل هال 84 يوم احتياطي عمله صعبه 84 يوم توريد شنو هي احنا قلنا الانبوبه الحمراء شعلت في الاقتصاد الوطني الرقم هذا شنو ينجم يزيد ياكد لنا سي مراد؟ ينجم ياكد لنا ان السيوله في تونس تعيش تحت ضغط كبير معناها السيوله بشكل عام معناتها فما نقص كبير في السيوله. سي مراد سامحني نحب نقول لك الرقم هذا ما نخافوش انه نهار اخر نولوا حتى الدواء ما عادش نجم نوردوه. شوف باش نتحدث معك في منظر في منظر شوف الرقم ساعه هو يدل اللي فما حاجه هامه جدا انه ثم نقص كبير في السيوله. معناها مثلا البارح البلاد ناقصة سيولة 12,564 مليار مش شوية معناها 12,564 مليار هي ثلث الكتلة النقدية في البلاد معناها بخرة به المنحة السريعة في منظر كان يتواصل في النسق هذايا أول حاجة خاطر شوف احنا ملزمين بتسديد ديون في قالب بعضه معناتها في دورة 7,000 مليار في 2000 دين عمومي معناها كله برمته في 2018 وباش ياخذوا 9,000 والحاجيات نتاعنا في الدين قاعده تزيد كل عام بين 13 و15%. معناها اول حاجه فما الاحتمال نتاع الاستدان بحائط التدين. معناها تعثر ولا لا ما وارد راه ما ثم حتى شيء في العالم هذا ماليا ماهوش وارد. يعني اليوم وقت اللي الدخل اقل بياسر من الخرج عادي. في التدين احنا ناخذوا تقريبا ديون كل 83% منها ماشيه باش ترجع ديون. حاجه اخرى بالنسبه للاحتياطي مربوط هو مباشره بالسيوله مربوط بالتوازنات في الميزان التجاري. اذا الميزان التجاري عملناه وقفلنا العام وهو معناها الرصيد نتاعو سلبي معناها فيه عجز ب 23,000 مليار خاطر انا ما نحسبش الشركات غير المقيمه نحسب الفعلي الفعلي معناها راهو مش 15,000 الحجز في الميزان التجاري مليار هو 23,000 مليار 23,000 مليار بصراحه ما تحملوش بلاد كيما تونس معناها تقريبا 23,000 مليار يعني هو معناها اشتر في الميزانيه وشيء من هذا قليل معناها فهمت ما نجموش نتحملوا الارقام هذوما. باه كومون ريكوبيري كيفاش نجموا نرجعوا سي مراد في الرقم هذا نرجعوا معناها نحو الافضل بيان سور. والله شنو الحلول؟ كل موجوده ما فماش مشكله ما فيهاش حل يعني عادي نجموا نضغطوا شويه على موضوع التوريد. بكل صراحه اليوم فما مواد تعرف 80% من قطاع غيار السيارات في تونس مقلده ومورده. أنا بشكل ماهوش منظم مش مطابقة للمعايير. عندنا اليوم تقريبا 60% من وارداتنا مواد استهلاكية ما نستحقوهاش. هذايا أول شرط معناتها باش نجموا نقدموا في في الموضوع هذايا. يلزمنا نلقاو حلول مع الناس اللي سلفتنا. لا لا معناها الناس اللي ممرض فيهم توريد كبير منهم دول اسيويه بطبيعه الحال
وتركيا وبعض الدول الاخرى لازم تصفوا الحلول، لازم تطرح حلول. كان بالنسبه للموضوع فما تفسيرات حكوميه انه هو مربوط بالعجز الطاقي. يعطيونا الارقام. يعطيونا الارقام. الارقام يعني كي تقول لي انا عندي عجز طاقي اعطيني ارقامك. وحاجه اخرى المنهجيه اللي خدمت عليها باش تحدد الارقام. يعني انا باش نتعامل مع الارقام بطريقه حرفيه محترفه. باش نجم على الاخر اذا كان نتحدث معناتها في سياق منهجي معياري وموفق مقاييس معروفه. اذا كانت تعطيني رقم هكاك معناها انا بطبيعه الحال اي هيكل رسمي كيف يعطيني رقم ناخذه مسلم. اي وزاره اي هيكل ناخذه مسلم. ولكن نطلب ذلك في المقابل توضيحات تفسيرات حسب معايير دوليه. معناها الافصاح راهو على الارقام يخضع المعايير الدوليه. فيما يتعلق بالوضعيه فما التوريد. والله بالنسبه للتدين معناها بكل صراحه باش نخرجوا من الدوامه هذه اللي سميتها انا ماهوش سهل. علاش خاطر مش سهل؟ لا مش يكون سهل. احنا عندنا حاجه الهامش المناوره الوحيد اللي متاح تو بالنسبه لنا هو ضغط التوريد. هو مش سيد. ماهوش سيد احقاق الحق ماهوش سيد. وضغط على مساله السيوله خاطر عندنا فلوس قاعده تدور لبرا معناها خارج النظام المالي 11900 مليار نهار الجمعه هذا اللي تعدى. بالنهار احنا نتبعوا الارقام ونعرفوهم معناها. فلوس البرا 11900 مليار يتسمى برشا. على كل حال فما استرجاع العموله هذه وفما كذلك الضغط على التوريد. اما بقينا بالنسبه للمديونيه راه بكل صراحه هوامش المناوره بتاعنا قاعده تتقلص من سنه الى اخرى ومن زمن الى اخر. واضح. شكرا لك منى الحطاب الخبير في المخاطر الماليه. شكرا على هذه القراءه.